بهدف معالجة الاختلالات في القطاع الزراعي والوقوف على أبرز التحديات وإيجاد الحلول المقترحة، عقدت ورشة عمل بمشاركة وزراء الزراعة والعمل وعدد من المعنيين بالقطاع الزراعي. وتركز النقاش على أبرز السبل لدعم القطاع الزراعي وبنية سوق العمل في القطاع، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في هذا القطاع. وركز مشاركون على المشاكل والتحديات التي يواجهونها وأهمية حلها من قبل الجهات الحكومية المختصة، بما يخدم القطاع الزراعي ويعزز جانب الإنتاج ويضع حدا للاختلالات في هذا القطاع الحيوي. للمزيد ينضم إلينا رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواجدة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عودة. سأبدأ معك بما تم طرحه ونتحدث عن هذه المشكلة القديمة، ونتحدث أيضا عن أبرز المحاور التي لربما ستساعد في حل هذه الإشكالية. هل هناك شيء قريب يمكن الحديث عنه في مسألة الحل؟ شكرا لك على اللقاء وعلى واهتمامكم بالقطاع الزراعي. والزراعة هي عمود الاقتصاد في المملكة السعودية الهاشمية، وهي التي تحكم الاقتصاد الأردني. فهناك بعض اختلالات في تسرب العمالة الأردنية من القطاع الزراعي إلى القطاع، وحينما يبلغ صاحب العمل العامل الذي يأتي على حصة المزارع، فيبلغ وزارة العمل، ووزارة العمل تحاول تراقبه وتحاول تتبع هذا الكلام وتحاول إعادة التصريح إلى أعتذر منك سيد عودة إذا سمحت لي، فقط نواجه تقطع في الصوت، لا نسمعك جيدا. إن كان بالإمكان تحسين المكان لنسمعك بشكل أوضح، ونتحدث عن هذه الإشكالية فيما يتعلق وبحدود أيضا الإجراءات. ما السبب وراء وصول هذه المرحلة فيما يتعلق بتسرب العمالة الوافدة؟ ألا توجد عقود ملزمة وإجراءات محددة وثابتة يمكن من خلالها إلزام العمالة الوافدة بالبقاء في القطاع الذي تأتي عليه أصلا؟ شكرا لك على هذا السؤال مهم جدا. هذا قضية كل في هذا الاتي العامل هل بداهم عنده يوم بعدين بفر عامل زراعة وبترك لا على نعم. أعتذر منك سيد عودة، نعتذر منك، يبدو بأن هناك خلل في المصدر من فيما يتعلق بالصوت، لا نسمعك جيدا. شكرا لك على كل الأحوال، كنت معنا رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين السيد عودة الرواشدة. ينضم إلينا الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية دكتور نضال أبو عرابي العدوان. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور نضال. ما الآلية التي تعمل عليها الآن وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بهذه الأرقام التي تم إعلانها اليوم لمحاولة التخفيف من حدة هذه الأرقام ومن أثرها السلبية؟ يسعد مساك ومساء كافة المشاهدين. أهلا بك. تفضلت وتطرقت لموضوع المديونية وحساب المكشوف للبلديات. إحنا بنتحدث اليوم عن 104 بلديات في المملكة، بلديات قائمة منذ عام 1881. صار في عندنا بعض المشاكل في البلديات من بعد جائحة كورونا أثرت على إيرادات هذه البلديات، كانت السبب الرئيسي بارتفاع مديونية هذه البلديات. يعني إذا احنا نظرنا لحجم الإيرادات اللي حصلت عليها البلديات ما قبل كورونا ما بين عام 2016 ل 2019، بنحكي عن مليار و200 مليون تقريبا ما بين إيرادات من الدعم الحكومي والمنح والمساعدات الخارجية. إذا قارناها ما بعد الكورونا من 2020 لعام 2023 احنا بنلاقي بحدود 600 مليون ما ورد إلى البلديات، نحكي عن تقريبا 50% راح على البلديات. هذا كان سبب رئيسي في أنه ترتب على البلديات هذه المديونية. احنا من خلال الوزارة عملنا على وضع خطط لتعافي البلديات من خلال المحور المالي والمحور الإداري. كان أهمها فيما يتعلق بالمحور المالي اللي هو موضوع الطاقة. اليوم كان عندنا فاتورة الطاقة تشكل تقريبا 25% من موازنة أو حجم موازنات البلديات. عملنا على إيجاد طاقة بديلة في هذه البلديات، هدف أن نخفض فاتورة الطاقة السنوية على البلديات. أوجدنا مشاريع
طاقة لمعظم البلديات، مزارع خلايا شمسية على أسطح المباني حتى أنها تكون موفر للبلديات. أيضا في عندنا كمان أمور الحوسبة والأتمتة في البلديات، خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي للبلديات. هذا من أهم الأنظمة اللي بتعمل عليها البلديات. إحنا اليوم أطلقنا نظام مالي للبلديات، هذا راح يبين كافة إيرادات البلديات، ضبط عملية الإنفاق في البلديات، يبين الشجرة المالية للبلديات بشكل واضح لكل بلدية، وما بيتم صرف أي مبالغ إلا بموجب بنود ومخصصات تكون مرصودة. كما إحنا في عندنا اليوم من خلال قانون الإدارة المحلية اللي تم إقراره في عام 2021، رحنا باتجاه أن نوجد نوع أو نخلق أرضية لعمل شراكة ما بين البلديات مع القطاع الخاص. وإحنا اليوم بصدد إن شاء الله بالأيام القادمة القليلة رح نصدر الأسس الاستثمارية لأموال البلديات الغير منقولة، وهذا رح يبين أوجه الاستثمار ما بين البلديات والقطاع الخاص بكل حيثياتها بكل إجراءاتها، بهدف أن نسهل عملية الاستثمار حتى أن نخلق موارد مالية جديدة للبلديات. في مسألة الموارد المالية، وتحدثت عن محورين، محور مالي الإجراءات التي ذكرتها، ومحور إداري. ولكن قبل ذلك دكتور نضال، هل البلديات كلها تعاني نفس المعاناة فيما يتعلق بالمديونية والعجز، أم أن هناك بلديات استطاعت تجاوز هذه المرحلة فيما يتعلق بالمديونية وتستفيد لربما من الميز الموجودة في مناطقها، وبالتالي تتحدث عن لربما مصادر دخل متنوعة، عن منح متنوعة، ونتحدث لربما عن عائد استثماري أيضا؟ طبعا احنا ما بنحكي انه كل البلديات في مترتب عليها ديون او قروض للبنك التنميه، احنا في عندنا مجموعه كبيره من البلديات لا يترتب عليها اي مبالغ، لكن زي ما تفضلت انه في عندنا هذه البلديات استفادت كمان من الميزات النسبيه اللي موجوده ضمن حدود منطقتها، وعملت على استثمارها حتى انها تخلق موارد ماليه إلها. طيب الان المحور الاداري، ما الاجراءات التي من الممكن اتخاذها في محاولة لربما ترتيب هذه البلديات؟ لأن البعض كان يتحدث سابقا، وهي مسألة موجودة فيما يتعلق بالترهل الإداري في بعض البلديات، وفيما يتعلق بربما إعادة تنظيم لربما ذكرته فيما يتعلق بالإدارية، فيما يتعلق أيضا بأعداد العاملين في البلديات. إحنا اليوم عملنا على إنشاء مركز لمحد أو معهد للإدارة الإدارة المحلية حتى نقوم على بناء القدرات للموظفين، حتى نستغل الموارد البشرية المتوفرة في البلديات ونعمل على بناء قدراتهم. لأنه في بعض من خلال الدراسات اللي عملناها والتحليل، وجدنا واحد من المعيقات الرئيسية اللي كانت موجودة في البلديات هو ضعف الإمكانيات والقدرات عند مجموعة من الموظفين، كان يمكن سبب في حالة الضعف اللي موجودة في عدد من البلديات. فمن خلال هذا المعهد اللي أنشأناه وتحديد احتياجاتهم من الدورات اللي يحتاجوا إلها لتجويد عمل البلدية، تم عقد العديد من الدورات لهم حتى أن نرفع من سوية عملهم. طيب الآن محور هذه العملية أو المحور الذي يتأثر ب تواجد مثل هذه الديون دكتور نضال، ما الأثر الذي يقع على المواطن الذي يستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه البلديات؟ هل رصدتم الأثر؟ هل نتحدث عن أثار كبيرة نتيجة تراكم مثل هذه المديونات على البلديات؟ شوف، إذا بدنا نحكي إحنا عن مديونية بلديات، لا يمكن لأي جهة إذا كانت في عليها دين إلا أنها تتأثر في تقديم الخدمات ورؤى الخدم المقدم 100% أنه راح يكون في تأثير. لكن احنا من خلال خطط التعافي اللي عملناها في الوزاره حاولنا قدر المستطاع انه ما يكون التاثير على الخدمات المقدمه للمواطنين بشكل كبير. لانه احنا بنحكي عن فرق تقريبا قلت لك ما اربع سنوات قبل كورونا واربع سنوات ما بعد كورونا، احنا بنحكي عن 50% انخفاض ايرادات البلديات. حاولنا ان قدر المستطاع انه ما يكون التاثير كبير على الخدمات المقدمه من البلديات. حتى بالزيارات اللي قام فيها معالي الوزير لكل البلديات كان في تقديم مساعدات مباشرة للبلديات حتى أنها تستمر بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال موازنة الوزارة.
شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان.